بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس إن شاء الله راح نأخذ تمرين جديد على الأريز. تمرين يقول لك suppose you have an integers array with four elements 1, 4, 3, 2. Write a program that will swap first and second elements and third and fourth elements. يعني يقول لك عندك array زي الأريز اللي قدامنا هنا integers فيها 1, 4, 3, 2. اكتب لي برنامج يبدل لي العنصر الأول مع الثاني يبدل لي العنصر الثالث مع الرابع. يعني معنى أنه بعد ما أنه ينتهي البرنامج من التنفيذ زين راح تكون الأري بالشكل التالي. راح يكون عندي الأري زي كذا زين راح يكون عندي هنا 4, 1, 2, 3. هذا هو المطلوب. إذن بدل العنصر الأول مع الثاني والعنصر الثالث مع الرابع. طيب أبغاك توقف الفيديو ومرة ثانية تحاول تحل المثال هذا وبعد كذا ترجع تشوف كيف حل المثال. طيب أتمنى أنك حاولت. خلينا نشوف بشكل سريع كيف طريقة حل المثال هذا. طيب الفكرة هي استخدام السواب. فكرة السواب طبعا في عدة طرق انك تبدل قيم الموجودة في مكانين في الذاكرة. عندك مكانين في الذاكرة هنا سواء عناصر array او variables عاديات. يعني افرض عندك مثلا variables كذا مثلا a و variable ثاني b زين كيف تبدل القيم اللي فيه مثلا هذا في 1 وهذا في 4 فكيف تبدل القيم بين المكانين هذولي. في افكار كثيرة. الفكرة اللي راح استخدمها هنا هي فكرة أشهر فكرة وأسهل فكرة وهي فكرة temp. راح تحط مكان اسمه temp أو تسمي أي اسم لكن يفضل الاسم temp. temp معناه temporary أو ترمز temporary يعني شيء مؤقت زين. بعد كذا راح أخذ القيمة اللي في ممكن تبدأ بأي ممكن تبدأ ب خلنا نبدأ في ب هنا. فراح أخذ القيمة اللي في ب هنا الواحد هذه وأشيله وحطها في temp. راح يكون temp فيه واحد. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية راح أخذ القيمة اللي في A هنا اللي هي قيمة 4 راح أشيلها وحطها في B هنا فB راح يكون قيمته 4. لاحظ أنه لما ننفذ الخطوة الثانية دي فقدنا قيمة B القديمة. راحت علينا قيمة B القديمة بس احنا محتفظين فيها في temp وهنا هذه هي فائدة الـ variable temp زين. إذا احنا محتفظين بالقيمة هذه في temp فلذلك نقدر نكتب عليها ما في مشكلة. ثم الخطوة الثالثة الآن القيمة اللي في b القديمة اللي هي 1 اللي هي الآن موجودة في temp راح نحطها في a فراح نشيل هنا القيمة ونحطها في a نمسح قيمة a هذه يكون عندنا 1. فإذا لما ننتهي يكون عندنا ال b ب 4 وال a ب 1 ونكون بدلنا القيم. هذه هي بكل بساطة فكرة عملية swap زين أو عملية التبديل. طيب الآن الفكرة هنا الآن إحنا نبغى نسوي نفس العملية هذه اللي قدامك بس نبغى نسويها على عناصر في الأري. نبغى نبدل الأول مع الثاني والعنصر الثالث مع الرابع. ومرة ثانية أذكرك إنه الإنديسيز تبدأ من 0, 1, 2, 3. طيب أبغاك توقف الفيديو الآن وتحاول إنك تحل المثال هذا وترجع مرة ثانية. الآن عرفت الفكرة أتوقع فكرة جدا سهلة. حاول تحل المثال هذا وارجع مرة ثانية شوف كيف الحل. طيب أتمنى أنك جربت. طبعا الحل بكل بساطة راح يكون بالشكل التالي. لو أخذنا الجزء الأول لو أخذنا هذا العنصر هذا وهذا نفس الفكرة هنا زين بس يعني الفكرة هذه كيف سويناها لو تكتبها الفكرة هذه خل أكتبها لك كيف سويتها. قلت temp gets b مضبوط ثم بعد كذا b gets a هذه خطوة 12 هذه رقم واحد هنا temp gets b. رقم اثنين ال b تأخذ ال a زين فهذه خطوة ثانية. الخطوة الثالثة انه a gets temp زين هذه الخطوة الثالثة السهم الثالث هذا. وبالطريقة هذه بدلنا. طبعا لازم تعرف temp اذا كنت ما عرفته من قبل زين. فنفس الشيء هنا راح نطبقه على الأري مرة ثانية. إذا كنت إلى الحين يعني ما قدرت تحلها وفي عندك مشكلة حاول مرة ثانية الآن أنك تحلها. أتوقع أنها جدا صارت سهلة الآن.
طيب الحل هو كالتالي، خلينا نحل أول شيء العنصرين الأولات. راح نقول طبعا أفرض أن الأري اسمها A، زين عند الأري اسمها A، فراح أقول temp temp gets A of 0، زين فحفظت قيمة العنصر هذا. زين فالآن أفرض أن عندك temp هنا، زين هذا temp مضبوط، حطيت فيه، هذه الخطوة الأولى، حطيت فيه القيمة temp، حطيت فيه قيمة 1. بعد كذا الخطوة اللي بعدها نقول A of 0، الآن A of 0 هذه احتفظنا بقيمتها خلاص، عادي ممكن أننا نلخبط القيمة ونشيلها، فأنا أبغى أسوي العملية هذه، هذا خطوة رقم 2، A of 0 gets A of 1، الـ A of 0 هنا تأخذ لي قيمة الـ A of 1. بعد كذا الخطوة الثالثة نقول A of 1 gets temp، الآن نأخذ القيمة هذه ونحطها في هذه الخطوة الثالثة، القيمة هذه نحطها في A of 1. زين إذا هذه الثلاث خطوات. نفس الشيء راح نسويه للأري الثانية أو العنصرين الثانيات. خلينا نشوف البرنامج تنفيذه بشكل سريع. عندنا هنا سمينا برنامج أري سواب، عندي أري سويت له انيشاليزيشن مباشرة 1 4 3 2 القيم اللي موجودة. الآن خلينا نسوي كومبايل وننفذ البرنامج. الآن سوينا الأري، الآن سوينا temp، والtemp راح ناخذ نضع فيه قيمة a of 0. زين راح يسوي access ال a of 0، تلاحظ هنا ياخذ قيمتها الواحد ويضعها في temp. الآن احتفظنا بقيمة a of 0، الخطوة اللي بعدها أننا نروح نسوي access ال a of 0 و a of 1، وناخذ قيمة A of 1 ونحطها في A of 0، ونحط الأربعة في هنا. الآن راحت قيمة A of 0 بس حنا محتفظين فيها في temp، والخطوة اللي بعدها أن ناخذ قيمة temp ونحطها في A of 1 اللي هو العنصر الثاني في الأري. بالطريقة هذه بدلنا قيمة العنصر الأول والعنصر الثاني في الأري. طبعا ما أحتاج أكمل الفيديو، أبغاك تأخذ البرنامج هذا كآخر خطوة إذا كنت أبدا ما حليت ولا قدرت. الآن رجاء خذ البرنامج هذا وحلوا، لأنه مهم في الدرس والفكرة اللي في الدرس في دروس جاية إن شاء الله قادمة.